عسلامة، مرحبا بيكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. جيتكم اليوم بحويجة للسهرية تعمل 66 كيف. شوفوا لي كل بنة وكل منظر وكل تراوة. بكع بعض ما كهوة، ما تشدش برشا وقت، تعمل كونتيتي للسهرية من غير تعب من غير شقاء. بالنسبة للشحور حبيت نعاود نصوره لكم، خاطر هو بيدو اللي شحرت بيه زليبيا، خليت منه شوية، قمت غدوة عملت بيه وذنين القاضي. دونك هو نفس الشحور. دونك ناخذ 3 كيسان سكر، بيسك لو كونتيتي صغيرة ديكا، تاخذوا كاس سكر عليه كاس ماء عليه مغرفة متاع ماكلة عصير الليمون. فوالا، دونك هذه راهو الكونتيتي الكبيرة، عملت بها زوز وصفات. باش نبداو واضحين، دونك نحطو على النار 10 دقائق ونطفيو. نفس الشحور ما يلزمش يكون خافر، لازم يكون جيري باش ما تكسرناش الكعبه كي نحطوها في وسطو. دونك نبداو في التحضير. بسم الله، باش ناخذو كعبه عظم كامله، عليها ساشي سكر فاني 7 غرامات والا مغرفه نتاع الاكستري دو فاني، وباش ناخذو عليها مغرفه نتاع ماكله من ماء الزهر ولا ماء عطرشيه يفوحها على الاخر، رشة متاع ملح يعدل لنا كل مذاق. باش ناخذو مغرفة سكر، وباش ناخذو عليها مغرفة زادة متاع ماكلة زيت نباتي. نخلطو المكونات هذوما متاعنا الكل، توا باش ناخذو الفارينة، ضروري انا نغربلو الفرينه لهنا. انتي ونوعيه الفرينه المستعمله، انا لهنا لميتها بكاس ونص فرينه، وانتي تنجم تلمها بكاس كيما تنجم تلمها باكثر من الكونتيتي اللي استعملتها انا. دونك ليسونسييل تكون العجينه نتاعك طريه وما تكونش هكا يابسه باش ما تجيكش الكعبه يابسه. او كتبداو تزيدوا بشويه بشويه وتلموا. نكملو توا نزيدو شطر كاس اخر ونلمو. وهذه البات متاعنا لميناها سيي، كنشوفو كيفاه طرية. ندوروها بيدينا بالشكل هذاك باش تتلم بالباهي، ما نعجنوش بطبيعة. حطوها توا في ساشي ترتاح على قليلة مدة نصيف ساعة، وباش نرجعولها. رجعنا توا للعجينة بتاعنا بعد ما ارتاحت، نرشو توا انشي على البلان دو ترافاي، نرشو عليها هي من الفوق باش توعنا في الحلين. لهنا في الحلو هذايا في وذنين القاضي ولا والا في الجريوش والا في نستعملو كان النشا باش نحلو البات، ما نستعملوش الفرينه. توا بعد ما حليناها رهيفه بالقدي بالقدي كما تشوفوا، سكينه والا القصاص نتاع البيتزا هذيا، وتقصوهم بالطول بطبيعه انتوما والكبر تحبوا عليه. نحيوك الزيت الكل، سخنا الزيت متاعنا، لازم يكون هنا سخانه متاعو متوسطه. نستعملو هنا الفرشيته وندورو بالطريقه كيما بتشوفوا بالضبط في الفيديو، معناها نطيبوها شويه وندورو عليها كيما تشوفوا في الفيديو بالضبط، واضحه على الاخر. وتجبدوا بالقديب القديب باش ما تتحلش من بعد، مش ما تجيكمش محلوله الكعبه، يعني بالفرشيته كي باش تدور تجبدها بالقديب.
توا الطرفة الأخرى نرجعوا عليها ونلصقوها في المقلة وإلا بفرشيطة أخرى باش ما تتحلش. نقعدوا شادين هكيكة أما ما نطولوش خاطر راي في ساعة حمار من اللوطة. آه هاكا شفتوا الكولور متاعها لازم يكون دوري خاطر كي نحطوها في الشحور تزيد تغمق شوية راهو اللون. ديريكت توا في الشحور وهو بارد هكا كيما شفتو شحور هكا جيري. بالطبيعة اذا كنت تحبوها هكا تتعلق والكل نجمو تزيدو طيبو شحور اكثر اما هكاك خير. هكا لهنا كيما تشوفو بعد الكعبة الاولى الثانية تاخو يدك على هكا بالفرشيتة تولي فيسع فيسع. هكا هلا كما شفتوا في ساعة حمار راي من اللوطة ردوا بالكم. سهلة الطريقة ما فيها حتى شيء. بالطبيعة إذا كنت تحبوا كونتيتي ما أكثر ضعفوا ضعفوا المكونات الكل الكمية الكل. كملنا توا شحرناهم ما شاء الله كما تشوفوا باش نزينوهم بشويه جلجلين وهكا يكونوا كملنا حضرنا وذنين القاضي والا الدبله للسهريه. نودكم ومنشهيكم حسيلو بنين بنين على الاخر كونتيتي صغيره تكفيك لسهريتك. حاجه بنينه في الدار نظيفه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسيوش لايك لي كومونتير المزيانين. ما تنسيوش ابوني عشان يوتيوب. مرحبا بكم الناس الكل وصحة وبالشفاء.